مزيد من التفاصيل عن هذا الدور التثقيفي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبينضم إلينا هاتفيا الأستاذ شريف عارف الكاتب الصحفي. صباح الخير أستاذ شريف، وأهلا بك في هذا الصباح. صباح الخير يا أستاذ هشام، وصباح الخير يا أستاذ دعاء. صباح الخير يا أستاذ شريف، نهاركم سعيد ويوم جميل على كل المصريين. شكرا جزيلا لحضرتك. يعني في البداية خلينا نتكلم عن الدور التوعوي، الدور التثقيفي اللي بتقوم به حياة كريمة لبناء فكر الإنسان المصري. إيه أهم ملامح هذا الدور اللي بتقوم به حياة كريمة؟ طيب، دعنا أولا أن نؤكد أن إعلان السيد الرئيس عن الجمهورية الجديدة كان في حفل إطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبالتالي فكرة الجمهورية الجديدة لا تعني مجرد مصطلح بقدر ما هو الانتقال إلى شكل جديد للدولة المصرية. وفي رأيي أن فكرة مبادرة رئاسية حياة كريمة لا تهدف فقط إلى فكرة التأهيل، يعني الناس معتقدة أن أنا بدخل مثلا منطقة غير مؤهلة بأن أنا أضبط الشوارع بتاعتها، أوسع، أركب أسقف لبعض البيوت غير المثقفة. يعني أعتقد أن العملية أكبر من كده بكثير، وهي فكرة تأهيل الإنسان المصري. ومسألة تأهيل الإنسان المصري يعني محاولة أن يرتبط بقدر كبير من الحضارية، في خاصة بالنسبة للمناطق الريفية، وده طبعا لا يعفي السمات الرئيسية للمجتمع الريفي، ولكن بقدر الإمكان ربطه بشكل حضاري. دعني أن أذكرك بأن الدكتور طه حسين حينما قدم إلى المكتبة العربية مؤلفه الشهير مستقبل الثقافة في مصر عام 1938، تحدث في غالبية هذا المؤلف عن التعليم، وبالتالي أنا أرى أن التعليم هو الجزء الرئيسي في الثقافة، وبالتالي التعليم ليس بمفهومه هو التعليم الأكاديمي فقط، ولكن أيضا التعليم يشمل الموسيقى والثقافة وكل أفرع الفنون. التعليم هو شيء كبير، وبالتالي يعني اللي احنا بنشوفه أو اللي احنا تابعناه خلال الفترة الماضية، وخاصة في الاحتفاليات والفعاليات التي تقوم بها الهيئة العامة لقصور الثقافة، كذلك البيت الفني للمسرح. وهنا أنا بتوقف أمام تجربة أنا بعتقد أنها تجربة مهمة جدا، وهي تجربة مسرح المواجهة. مسرح المواجهة ده على مدى العامين الماضيين أعتقد أن هو دخل مناطق ريفية، والناس ممكن يعني حد يقول لك هل المسرح له تأثير الآن؟ لا، المسرح بالنسبة للمنطقة الريفية له تأثير كبير، أن يرى الناس نجوما يقدمون عرضا مسرحيا في منطقة ريفية. وأعتقد أن فكرة وصول المنتج إلى مستحقيه في أماكنهم يعني ده شيء غير طبيعي، لأن الفلاح البسيط أو أهل القرية لما بيلاقوا نفسهم مسرح أقيم في وسط هذه القرية، لأنه هو عمره ما راح مسرح، يعني لأن المسرح بالطبيعة هو موجود في الحضر. نعم، وفي حاجة كمان يا أستاذ شريف يعني ملفتة للانتباه جدا فيما يتعلق بحياة كريمة. حياة كريمة أعمالها دائما ما تتسم بالمرونة، يعني بدايتها كان تطوير المناطق المختلفة، سواء بالنسبة للشوارع، سواء بالنسبة للبيوت والمباني وما شابه. بعد كده بدأ يبقى لها دور آخر متعلق، دور بالتعليم، دور متعلق أيضا بالصحة. دلوقتي بنتكلم على دور تثقيفي، وحضرتك قلت نقطة كمان لازم إن احنا نتوقف عندها، إن بقى في القرية بقى في مسرح، إذن أهل القرية مش هيبقوا يعني شغوفين لأن هم يتركوا هذه القرية ولا يعملوا فيها عشان يروحوا لمناطق أخرى فيها هذه الخدمات. كل الخدمات أصبحت موجودة في نفس المكان اللي أنا عايش فيه. هو أنا أعتقد أن في العقود الماضية أهم فكرة ظهرت في مصر هي فكرة الثقافة الجماهيرية التي قدمها الدكتور صلاح
الاثر والتعكاشه رحمه الله. وهذه الفكره هي التي اوجدت عندنا الهيئه العامه لقصور الثقافه، فكره القصور الثقافه خاصه في المناطق الشعبيه. انا اعتقد ان احياء الهيئه العامه لقصور الثقافه الان ودعمها هو امر ضروري جدا، لان هناك مناطق محرومه ثقافيا. ودعيني اتوقف امام مصطلح مهم جدا، وهو من اهم مصطلحات المواطنه، وهو العداله الثقافيه. ان نحقق عداله ثقافيه، لا نقدم الخدمات الثقافيه وحدها للمجتمعات الحضريه، ولكن ايضا المجتمعات الريفيه مهمه جدا، لان المجتمعات الريفيه هي التي تتاثر وهي التي في قلب المواجهه. والثقافه مش رفاهيه، والثقافه نتيجتها بيكون ايجاد فرص العمل، نتيجتها بيكون تنظيم الاسره، نتيجتها بتكون على حاجات كتيره جدا. الثقافه يمكن ان تغير اشياء كثيره جدا في حياه المصريين. وحضرتك وانت بتشير دلوقتي الى فرق الرصد. يعني ايه فرق الرصد؟ الناس اللي بتقوم بعمليات التاهيل دي بتعد تقارير بتحدد فيها الاولويات التي تحتاجها هذه المنطقه. وبالتالي انا ارى ان مشروع زي مشروع كتابك اللي هو كشك الكتب اللي كان بيلف هذه المناطق، اعتقد انه مشروع جيد. ولكن انا اتمنى إضافة إلى هذه المبادرة الرئاسية الكبيرة أن يكون هناك دور كبير للمجتمع المدني، لأن المجتمع المدني مهمته بالدرجة الأولى أن يختلط ببيئته المحيطة به. نعم، منظومة متكاملة. يعني أستاذ شريف عارف الكاتب الصحفي، جزيل الشكر على هذه المداخلة. جزيل الشكر يا فندم.